احنا وياكم للخبر. احبت الفن وتفرغت له من 2018، عضوه في جمعيه الثقافه والفنون بالدمام وعضوه في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه. نروح للخبر لزميلتنا هدى الغامدي المتواجده الان في مرسم الفنانه ليلى عبد الله وتروي لنا القصه. هدى يسعد مساك، صوت وصوره لك، تفضلي. يسعد مساك عبد العزيز، ويسعد مساكي نهى، ومساء كل جميع مشاهدي القناة السعودية، ويا رب عطلة نهاية أسبوع سعيدة موفقة على الجميع. ضيفتنا لهذا اليوم هي فنانة تشكيلية صاحبة موهبة استثنائية وإبداع فريد، جعلت من لوحاتها تحف فنية. هي عضوة في جمعية الثقافة والفنون بالدمام مثل ما تفضلت عبد العزيز، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية. جسفت أحبت الفن وأعطت للفن الكثير وعطاها التكريم والتقدير في المحافل الإقليمية والدولية. ضيفتنا هي الأستاذة الفنانة التشكيلية ليلى عبد الله. مساء الخير والجمال والإبداع، وسعيدين بوجودك معنا على شاشة السعودية. يا هلا يا مرحبا فيكم، حياكم الله، وتشرفت بوجود القناة السعودية في مرسمي. يا هلا فيكم. ودنا في البداية نعرف كيف بدأتي رحلتك في عالم فن. أنا بدأت منذ الصغر، وهي موهبة موجودة عندي منذ الصغر، وكنت شغوفة بالرسم، لكن انقطعت فترة طويلة وعدت بقوة في عام 2018. تعلمت وأخذت دورات مكثفة في الرسم والألوان الزيتية خصوصا. كيف أثر الفن على حياة الأستاذة ليلى المهنية والشخصية؟ بالنسبة للمهنية، أنا ما امتهنت الفن كمهنة ولا تكسبت منه، اعتمدت فقط على الاقتناءات وعلى طلبات الخاصة. طيب، أكيد أنه الفن أو الرسم يعتبر فن تعبيري، كيف ممكن يعتبر فن ومن خلاله تحاولين توصلين رسالة معينة؟ طبعا الفن، الرسم فن يعبر عن ما بداخل الفنان مثل الفنون الأخرى. فأنا بتجربتي رسمت لوحة لابني وهو عائد من الحجر، ففرحت بقدومه ورسمت له هذه اللوحة، عبرت فيها عن مشاعري. طب إيش المدرسة اللي تأثرتي فيها وتحاولي تطبقينها في أعمالك الفنية؟ غالبا أنا أرسم واقعي وأحب التأثير كثير، وحابة أني أتطور فيه أكثر. طب لو ودنا نعرف المصادر اللي من خلالها رسمتي أعمالك الفنية؟ ما شاء الله تبارك الله، بيئتنا مليئة بالمصادر وملهمة، فيها الأزياء النسائية من جميع المناطق، المجوهرات، النقوش في جميع مناطق المملكة، والفنان لازم يتثقف بدراسة تراث بلده كي يخرج أعمال فنية صحيحة. طب أبرز الأدوات اللي تستخدمينها في رسمك؟ أرسم غالبا بالألوان الزيتية، ولها أدوات وتقنيات خاصة فيها. طب لو تكلمنا عن مشاركاتك وأبرز مشاركاتك الإقليمية والدولية والجوائز اللي حصلت عليها. أنا شاركت في معارض كثيرة في المنطقة الشرقية خصوصا تبع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، غالبا أشارك معاهم مرتين في السنة تقريبا، وشاركت في الرياض في نايلة جاليري، وكنت فخورة جدا بمشاركتي. بالنسبة لخارج المملكة، شاركت بالكويت بثلاث معارض، معرضين حضورية ومعرض افتراضي وقت أزمة كورونا. طيب أكيد أن الفنان يواجه تحديات، أبرز التحديات اللي واجهتها الأستاذة والفنانة ليلى عبد الله. الحمد لله أنا ما واجهت تحديات ومشاكل كثير، لأن الموهبة موجودة، فقط احتجت أني أطورها وأشتغل على نفسي أكثر كي أخرج أعمال فنية جيدة. طيب يعني نصيحة توجهينها للفنانين أو الرسامين اللي خاصة في بداية رحلتهم في عالم فن الرسم؟ والله نصيحتي أنهم يختصرون الطريق على نفسهم، ولا يعتمد على التعليم الذاتي أكثر، بالعكس يأخذ دورات ويأخذها عند ورش عند فنانين محترفين حتى يختصر عليها الطريق. أكثر اللوحات اللي تعتزين أنك أنت رسمتيها في يعني على مدى رحلتك الفنية؟ أعتز جدا برسم الخيول لأنها تقتنى كثير. أحب أرسم الأزياء السعودية من جميع المناطق، سواء منطقة النجدية أو شرقية أو المنطقة الجنوبية. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، ونشوفك دائما في محافل إقليمية ودولية إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا جزيلا. أكيد يعني نهى وعبد العزيز، الرسم هو علاج للروح، وأيضا هي لغة يعني من خلالها يصل الفنان إلى جمهوره ويستطيع التعبير عن كل الأشياء اللي حنا ما نقدر نعبر عنها، لكن ممكن تطلع في الرسم. وأتمنى لكل التوفيق للأستاذة ليلى وجميع الفنانين التشكيليين.
شكرا لك زميلتنا هدى أمتعتينا أكيد، وكل التوفيق لضيفتك الفنانة الرسامة ليلى.